الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باسم كل اعضاء مكتب الرفاعه وباسم العائله الكريمه اللي عندها هذا الحفل حفل الزفاف تاع الليله المباركه، نقول لكم الف مبروك وربي يدوم الافراح ان شاء الله. امين. هذه هديه جتنا من عند عمي حتى من عند حفتة عبد الرحمن، قال لي حييني فيها العريس يا عرس باراسو سيدي عبد القادر عساس وبيزين الباسو والسامعين يقولوا امين. قال لي حييني المدار كما دار كبير وصغير حتى لي يحبون الحصير. قال لي حييني الضيوف، قال لي حييني اي محروقه عمي محمد بوعون قال لك عمي عبد الرحمن الهديه نتاعك محروقه. قال لك 50,000 تاعك ما تجيش. قال لي 100,000 زياده على عمي عبد الرحمن، ربي يطول في عمرهم ان شاء الله، ناس محترمين وكبار ما شاء الله. قال لي عمي محمد حييني الصاهرين والحاضرين، قال لي حييني فرقه الرفاعه اللي جات من منطقة مروانة، قال لي حي لي الشوية الحرار، قال لي حي لي الضيوف والمدار كيما داروا العريس وموالين الفرح كامل، ربي يفرحهم ويفرحنا اجمعين. وروحها قصاب يكمل، ربي يهنيكم ويكفر خيركم ويشد عليكم. خليني ارجع عمي محمد بلا عقل برك شغل مليحه وجاي. ارجع خويا، هذه هديه 200,000 من عند واحد ميقري جا من قوس. هو كل ميقري، هذا الميقري تاعنا من قوس، قال لي هذه 200,000 عمار. هذا سي عمار مرابطي من قوس.
قال لي حييني خويا العريس سي عرس مع راسو سيدي عبد القادر عساسو ورب العالمين هو عساسو. قال لي حييني مولين الفرح كبير وصغير. قال لي حييني الناس الكبار الناس الطيبين المحترمين هذو. قال لي حييني الشباب هذو المحاضرين. قال لي وحييني فرقة الرفاعة اللي جات من منطقة مروان ونقاوس. قال لي حييني الفرقة هذه اللي راهي على مستوى عالمي. هو راهو هي وراهم يتفرجوا ويتبعوا فينا. هكذا حكى لي ها هو كاين. قال لي ورانا متمنيين باش نديوكم العيد لأنه لي زيميكري محتاجين الأفراح. قال لي حييني ناس الغربة. قال لي حييني ناس باريس وناس ليون. قال لي حييني ناس نقاوس أون جينيرال. وحييني قال لي حييني ناس سكان مدينة زديس كيما راهم. جالكم وربي إن شاء الله يفرحنا ويفرح المؤمنين. بارك الله فيك سي عمار. تحية سي عمار وتحية لي سي بكري. إن شاء الله. تفضلك السلام. بعد نزيدوا له شويه.